مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم في تغطيه خاصه من صاله التحرير اليوم السابع حول ملابسات وكواليس استشهاد الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عاقله. اليوم معانا ضيف من اسره الشهيده شيرين ابو عاقله وباحث فلسطيني. خليني ارحب بيهم. معانا الصحفي فادي ابو عاقله من الضفه الغربيه، وهو ابن عم الصحفيه الشهيده شيرين ابو عاقله، والاستاذ عزيز المصري الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن السياسي الإسرائيلي. أهلا بكما في هذه التغطية العاجلة من تلفزيون اليوم السابع. أستاذ فادي أهلا بك وأهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عزيز أهلا بك. فضح أهلا بك. خليني أبدأ مع أستاذ فادي، وعايزين نعرف من حضرتك كواليس استشهاد شيرين أبو عاقلة أمام عدسات الكاميرات. إسرائيل تقدم رواية مغلوطة وتحاول خلق الأوراق. نريد أن تتحدث إلينا عن ملابسات وكواليس عملية الاستشهاد كي يتابع الشارع العربي ما حدث في مدينة جنين بالضفة الغربية. تفضل. حضرتك سامعني يا استاذ فادي؟ استاذ عزيز انت معانا؟ استاذ عزيز المصري، استاذ عزيز المصري خلينا نرحب بحضرتك لحد ما يرجع لنا فادي. الصحافه الاسرائيليه اليوم والامريكيه تطرقت بشكل مباشر الى اعتراف ضمني اسرائيلي باطلاق احدى الرصاصات من سلاح جنود الاحتلال باتجاه شيرين ابو عاقله. لو تطلعنا على التفاصيل ما ورد فيها أرتس او واشنطن بوست او حتى وول ستريت. تحياتي لك استاذ احمد، تحياتي لجميع بعيد ومشاهدين. هو بدايه ما في تصريح بشكل عام او تصريح جازم، ولكن في محاولات. يعني تابع الاعلام الاسرائيلي يوم امس كان في اتهام كامل وصريح انه الرصاص فلسطيني والقصف الفلسطيني يرفض المشاركه في برشن التحقيق. اليوم او حتى امبارح في الليل صار في تراجع تدريجي عن هاي التصريح. نعم. مثل تصريح بانيجن وزير الدفاع الإسرائيلي حكى كل السيناريوهات متاحة أو كل السيناريوهات موضوعة، وإنه لا ما تنسوش إنه اللي صار إنه في عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في ضفة غربية وفي جنين بناء على مقتل 19 إسرائيلي في الأحداث الأخيرة. هل انا اعتبر هذا الاعتراف ضمني؟ الرساله يا احمد بدي اوصلها بانجل من هذا التصريح انه وضع احتماليه كبيره ان يكون الجيش الاسرائيلي هو الفاعل. نعم. كيف بدي ابرر هاي الطرديه؟ انه والله مجنود ما في حاله ممكن يقول انهيار اعصابي نتيجه مقتل زملائهم في عمليات فدائيه للفلسطينيين، وبالتالي عامل الخطا موجود في هيك حالات. لماذا تصريح رئيس الحكومه نفتالي بنت كان بشكل هو قطع كل الاحتمالات، قال لك انا مع الجيش قلبا وقالبا. وبالمناسبه يعني في قرار من اعلى المستويات العسكريه في اسرائيل صدر في 2019، هذا القرار يتيح لجنود الاحتلال اطلاق النار على اي فرد فلسطيني حتى لو كانت نسبه تعرض هذا الجندي للخطر اقل من 1%. وبالتالي تم اعداد اعدام المئات من الشباب والنساء والاطفال في مدن الضفه الغربيه والداخل المحتل فقط لانه الجندي الاسرائيلي شكل قدامه مثلا ممكن شكل خطر. طب استاذ عزيز خلينا ناخذ من النقطه دي واسال حضرتك، لماذا تستهدف الضفه الغربيه وجنين بشكل خاص خلال الاسابيع الماضيه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي؟ الضفه الغربيه وجنين بشكل خاص هي معقل للمقاومة الفلسطينية في الضفة. الأهم من لمدة تستهدف اليوم في توسع استيطاني. اليوم تحديدا الحكومة أصدرت تصريح ب 4695 وحدة استيطانية مضايقات اعتقالات ليلية، كل هذا يؤدي إلى رد فعل فلسطيني.
هم يريدون إحضاء الضفة بالكامل، يريدون سيطرة عسكرية كاملة في الضفة، في الضفة الغربية. هم أصلاً لا يعترفون بمصطلح الضفة الغربية، هم يقول لك هاي اسمها يهود والسنة. وإذا بتحكوا عن حل دولتين، محل الدولة القائمة دولة غزة ودولة إسرائيل. هاي العقلية الحاكمة في إسرائيل، عقلية نفتالي بنت. هم يرون الضفة الغربية أول نقطة أمن متقدمة لأمن دولة إسرائيل، وبالتالي العمليات العسكرية في يعني بالنسبة لهم هي رضع أمني، بقتل الأطفال، بقتحموا البيوت في منتصف الليل، مصادرة، هدم البيوت، وبالتالي كل بيصير أمن طبيعي فعل. نعم، عايز أسأل حضرتك عليه، أنت متابع جيد للصحافة الإسرائيلية وترصد نبض الشارع الإسرائيلي، يعني لو تحدثنا عما رصدته عقب استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، ماذا يقول المواطن الإسرائيلي، ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية عقب هذه الحادثة؟ أغلب ما جاء في الإعلام الإسرائيلي أو في التعليقات العامة الإسرائيلية، نعم، في مواقع التواصل التابعة للمواقع الإعلامية، نعم، كلها مكملة، كلها بدون استثناء مكملة للموقف العسكري الإسرائيلي. نعم. اليوم يعني أكبر الكتاب والمراسلين في الصحافة العبرية تقمصوا دور جنرالات الحرب، ضباط عساكر صاروا، وبالتالي هم يبحثون عن تبرير لهذه الجريمة وليس مهاجمة لهذه الجريمة. كان الأحرى بهم أن يتم إدانة الجريمة دون أن تعرف من هو القائم بها. هذا هو الواجب الصحفي، لأي صحفي يعتبر نفسه صحفي حر في العالم دين، وبعدين ابدأ اتناول باقي الحيثيات. طيب خليني أسألك، عايز التحقيق اللي إسرائيل بتقوم به خلال هذه الفترة وهذا التصعيد، ما هي المسارات التي يجب أن يتحرك بها المسؤول الفلسطيني للقصاص وللصقر من قتلة شيرين أبو عاقلة؟ أول ملف يجب أن تقوم به السلطة الفلسطينية هو ملف محكمة الجنايات الدولية. نعم. وهذا الملف اللي واقف من مدة عام تقريبا، وأعتقد حكى فيه اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتم تفعيل هذا الملف. نعم. ونأمل ذلك. النقطة الثانية، علينا أن نستغل أن شيرين تحمل الجنسية الأمريكية، وبالتالي يجب إشراك الطرف الأمريكي في عملية التحقيق في هذا الحادث. النقطة الثالثة، عائلة شيرين أبو عاقلة، وهي تقيم خارج، أغلب أفراد العائلة خارج فلسطين ويحملون جوازات أجنبية، وبالتالي ممكن عن طريق المؤسسات التي يدفعون لها في الدول التي تحمل جنسياتها رفع قضايا ودعاوي ومضطربة بلجان تحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي. أيضا مطلوب من الدبلوماسية الفلسطينية عن طريق المؤسسات الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان في جنيف، مراسلي بلا حدود، الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال فشلنا في مجلس الأمن، أن يتم إصدار قرارات معاقبة ومحاسبة لهذا الاحتلال. وممكن أن يتم هذا بالتوازي مع جميع المؤسسات الصحفية في العالم. اليوم شيرين، بكرة قبل شهر صحفي أمريكي في أوكرانيا، قبل فترة صحفي في إحدى الدول الإفريقية. صحيح. ممكن نجمع ما يجمع كل ما يواجهه العمل الصحفي ونعمل بشكل مشترك للوصول إلى قرارات محاسبة ومعاقبة للاحتلال. احنا خلينا هنسمع رأي قانوني بالخصوص. خلينا اقول بس عقبال ما نجهز الرأي القانوني في التقرير، صحيفة الواشنطن بوست والول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول اسرائيلي كبير منذ قليل باعتراف الجانب الاسرائيلي بشكل ضمني ان فرضية اطلاق الرصاص من احد جنود الاحتلال هي قائمة بقوة، وان الجانب الاسرائيلي يقوم بالتحقيق بشكل فعلي. الصحيفتان نقلتا عن هذا المسؤول أنه عضو في لجنة التحقيق، وتم مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الجنود الذين ارتكبوا هذه الجريمة في مخيم جنين. خلينا نروح نشوف الرأي القانوني. دكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي هيقول لنا إيه هي المسارات اللي ممكن تتحرك
فيها المؤسسات الفلسطينية للقصاص والصقر لشيرين أبو عقلة. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية مع الأستاذ عزيز. محمد محمود محران، دكتور القانون الدولي وبلا قانون الدولي. نستنكر بشدة حادث مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة التي توفيت على إثر إصابتها بطلق ناري من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا نستنكر بشدة هذه الأفعال، تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، وبننعي الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أكمل لوفاة الصحفية التي كانت تمارس دورها بكل سلمية وبكل حيادية ولم ترتكب سمة جريمة أن تكون هي هذه النتيجة أو يكون هذا هو جزائها وفقا للقانون الدولي وطبعا اتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. طبعا هذا الفعل بالتأكيد مخالف لكل الأطراف ولكل القوانين. هذا الفعل طبعا مقبول في القانون الدولي ويعد مخالفة للنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، حيث نصت المادة 79 على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة أو الغير المسلحة، بل أعطت نفس أشكال الممنوحة للمدنيين للصحفيين. طبعا ليس بالجديد على الكيان الصهيوني، فهذا يعد استمرارا لمسلسل الانتهاكات جرائم الحرب التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني. نطالب الدولة الفلسطينية أن تقدم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للقانون الدولي. وطبعا النهاردة المجتمع الدولي ليه دور أيضا، إن احنا بنطالب بلجنة تحقيق، تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة بشكل فوري لتتحقق من الواقعة وتنفي الإدعاءات التي صدرت عن الكيان الصهيوني والتي تدعي أن هناك نيران فلسطينية هي من أودت بحياة الصحفية. وهذا الكلام بالتأكيد عاري تماما من الصحة، طبعا بالتأكيد لازم ينفوا هذه التهم عنهم، ولكن وفقا لرواية الصحفي زميل المتوفية أفاد أن ما كانش فيه أي مدنيين واللي كان موجود كلهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا وفقا للنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 15 بتنص على أحقية المدعي العام للجنائية الدولية أن يتدخل من تلقاء نفسه ونشر التحقيقات في أي جريمة وفقا لاختصاص المحكمة. والمحكمة عرفت طبعا جرائم الحرب أن هي كل الانتهاكات تعد اعتداء على اتفاقية جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. فيعني احنا بنطالب المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام ان هو يجب ان يكون هناك تحقيق فوري وشامل للوقوف على الحقيقة ولتقديم المسؤولين من قوات والكيان الصهيوني للمحاكمة. وطبعا يعني بنرفض كل هذه الافعال، وهذا امر محزن ان احنا كل يوم بنشوف في اراقة الدماء، وبنستنكر طبعا هذه الافعال. وشكرا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما سمعنا الرأي القانوني للدكتور محمد مهران. انضمنا الصحفي فادي أبو عقلة ابن عم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة. أستاذ فادي سامعني؟ أيوة سمعك يا. لو ممكن تكلمنا على كواليس استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلة في مخيم جنين، وردك على الرواية الإسرائيلية التي قالت أن يمكن أن تكون الرصاصة خرجت من مقاومين في مخيم جنين، تفضل. طبعا مساء الخير للجميع، يعني داعي لكل الشعب العربي والصحفيين في الوطن وفي فلسطين والعالم العربي. تعرف شيرين معروفه على المستوى العالمي والمستوى العربي والفلسطيني. طبعا شيرين كانت زي كل يوم رايحه تعمل واجبها الصحفي ومن التغطيات الأحداث اللي بتصير في مخيم جنين أو في المناطق الفلسطينية. شيرين هذاك اليوم كانت هي مدينة القدس، هذاك كانت متواجدة في جنان عشان تصحى ثاني يوم تغطي الأحداث صباح الباكر. طبعا صار سياح لمدينة مخيم جنين في يوم الأربعاء، وراحت على كانت تغطية، وكانوا الصحفيين
بيحضروا نفسهم بيلبسوا الخوذ والدروع الواقية من الرصاص واللي هي مش واقية من الرصاص بس هي كمان بتبين للاحتلال أو إنه هم صحفيين وليسوا مقاومين. طبعا كانت بتحضر بنفسها ولسه ما بدأت الشغل، كانت واقفة جنب ثلاثة من الصحفيين زمايلها، وجت أول رصاصة لزميلها علي السمودي في الظهر أو في الكتف مش عارف بالضبط، وبعد كده لما جت رصاصة على طول في الرأس وعملت لها تهتك في الكومة وموت على الفور. طبعا ما قدروش الصحفيين او الزملاء اللي حواليها ينقذوها على طول، لانه صار عليهم ضرب نار بشكل مستمر. بعدين قدر شاب من مخيم جنين تخيلوا هو قدر يروح بقلب قوي انه يحملها ويوديها على الاسعاف. طبعا كان شيرين متوفى للاسف، ما حدش ينقذها. وردنا الله يرحمها جميع الشهداء. احنا بنتأسف على موت شيرين، هو استهداف مباشر لشيرين ابعاق صحفية بريئة من اي اعمال ممكن تسيء. فردنا على الاقوال الاسرائيليه ما فيش بعد الان، لانه اسرائيل اعترف انه هاي الرصاصه رصاصه من جيش الجيش الاسرائيلي منهم من وحده دبان، واعترف ان هي رصاصه من المقاتلين الفلسطينيين بتاتا. فما فيش كلام بعد كده لما هم بيعترفوا ان هي رصاصه من جيش الاسرائيلي. نعم، عجبني التأثير المصري على لهجتك المصرية فلسطينية نوعا ما يا فادي. ممكن تكلمنا على الحياة الشخصية لشيرين؟ هل كانت متزوجة، لها أطفال؟ لأن ناس كتير ما تعرفش عن حياة شيرين الشخصية. يعني شيرين هي بداية إنسانة ما يعرفهاش يجهلها. مثلا هي إنسانة طيبة خلوقة تواضعة، ما بتصدق ان هي يعني محمود من كل الشعب الفلسطيني. دليل على هذا الجنازه اللي حصلت النهارده قصر الرئيس، والتقدير من الشعب الفلسطيني شهيد عيد اي حد يعني. طبعا شيرين هي متجوزه هي عزباء، لها اخ وحيد، طبعا والدها والد متوفيين وهي عايشة أخوها مراتها وأدهم الثلاثة، يعني بيت متواضع في مدينة القدس، وهم يعني زي جسد واحد. يعني طبعا هم يعني أكثر ناس تعذبوا في فراق شيرين، ولحد الوقت هم مش قادرين أن نسيبهم في بيت العزاء. احنا ركبت العربيه ليت يعني لحد دلوقتي احنا مش مصدقين ولا متخيلين ان شيرين ترجع تاني. يعني هو حدث جال الوصل فينا كلنا يا فادي. اروح لاستاذ عزيز وهرجع لك تاني. استاذ عزيز، القيود المفروضه على جنازه شيرين بكره في مدينه القدس المحتله، الإعلام الإسرائيلي يتحدث أن الاحتلال يعني طالب المشاركين في الجنازة بعدم ترديد أي هتافات، عدم رفع الأعلام الفلسطينية. بماذا تفسر هذا الأمر؟ هل هذا لجيم أي تحركات لكي تكون شرارة انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، أم أن هناك تخوفا إسرائيليا مما سيحدث في مدينة القدس؟ بماذا تفسر ذلك؟ وبالفعل قبل ساعة كان في استدعاء للأخ طارق أنطوان أبو عاقلة قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وتم إبلاغ رسميا بأنه بأي محاولة لإطلاق شعارات أو رفع أعلام سيتم قمع الجنازة.
وبالامس راينا ايضا يعني قوه ايرانيه ذهبت الى بيت شيرين حتى ترفع العلم من فلسطين عن البيت لولا تفضي المواطنين والمتظاهرين. هو يريد ان تكون جنازه صامده، لا يريد ان تكون هناك اي تحركات لاشعال ممكن نقول انتفاضه او مظاهرات ندده، خاصه ان الجنازات في مدينه القدس لها طابع خاص. يعني اكبر يعني اخر اكبر جنازه كانت في مدينه القدس كانت للراحل القائد فيصل الحسيني في عام 2000، ويومها لم تبقى في كل شوارع القدس اي ضابط عسكري. فأعتقد يوم أمس يحاول الاحتلال استفزاز المشاركين في الجنازة. هو يريد أي حدث يهرب به من حدث إطلاق النار على شيرين، وبالتالي هذه استمرار للأحداث اللي كانت تحصل في الأسابيع الماضية. هو يرفض رؤية علم الفلسطيني في القدس، يرفض رؤية رايات الأحزاب الفلسطينية في القدس، يرفض أي وجود يدلل على فلسطينية مدينة القدس، وبالتالي متوقع بشكل كبير أن يقوم الاحتلال يوم غد بابتزاز واستفزاز المشاركين لكي يهرب ولكي يحاول اختراع مشكلة جديدة ترفع عنه شوي من مشكلة حادثة إطلاق النار على شيرين. نعم، خلينا نروح لفادي. فادي، هل الأسرة ستتجه إلى مقاضاة الجانب الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية أو ما شابه؟ هل اتخذتم أي قرار بالخصوص؟ يعني بالنسبة لهذا الموضوع مش الأسرة اللي راح تضل هي كل الشعب راح يقدم، الحكومة راح تقوم بهذا الإشي، وقناة الجزيرة راح يقوموا في هذا العمل اكيد. لازم تحقيق الموضوع، يعني احنا تعالى لسه ما قعدنا مع بعض وتشاورنا وناخذ القرار بالنسبه لهذا الموضوع. صار في كلام انه قناه الجزيره كمان مش راح تسكت على الموضوع ولا الرئاسه الفلسطينيه. هذه التحركات، هل فوضتم الرئاسه الفلسطينيه او الحكومه الفلسطينيه لمقاضاه هم مش الاحتلال؟ حرك فيهم يعني ما شيرين بنت فلسطين. يعني احنا كعائلة حاسين انه كل فلسطين عائلتها، يعني في كتير ناس تأخذ قرارات بالنسبة لهذه المواضيع حتى ما يعني هم بأخذوا القرار السليم فيه. نعم، وهي صحفية عربية بالأساس فادي، وكلنا كصحفيين عربيين عرب ننعي ونعزيكم في وفاة الشهيدة في استشهاد الشهيدة شيرين أبو عقلة. وإحنا في نهاية ختام تغطيتنا هنزيع رسالة من صحفيات عربيات من مختلف الدول العربية، من مصر، من تونس، من سوريا، من لبنان، من الجزائر، من قطاع غزة. هذه الرسائل هي رسائل تضامنية، رسائل دعم، رسائل تؤكد أن الصوت الفلسطيني، أن الصحافة الفلسطينية ستبقى، وأن الصحفيين العرب سيدعمون صمود أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، ويصدعمون الأطر الصحفية الفلسطينية بشكل خاص. أنا بشكركم شكرا جزيلا. كان معنا الأستاذ فادي أبو عقلة ابن عم الشهيدة شيرين أبو عقلة، وكان معنا الأستاذ عزيز المصري الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن السياسي الإسرائيلي. خلينا نشوف هذه الرسائل العطرة التي استقبلتها مؤسسة اليوم السابع. واشكركم شكرا جزيلا. كنت معكم أحمد جمعة، محرر الشؤون العربية والدولية من صالة تحرير اليوم السابع.